في سلسلة جديدة من الاعتداءات عبر المداهمات والاعتقالات، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس عمليات اعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. طالت أكثر من 30 فلسطينيا، أغلبهم من بلدة تقوع شرقية بيت لحم جنوبي الضفة الغربية. وقال مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجر اليوم واعتقلت 24 شابا، نقلتهم إلى أحد المعسكرات وحققت معهم ميدانيا. كما اعتقل الاحتلال 3 شبان من نابلس وشابا من بلدة قباطية و3 شبان من قرية المغير شرقي رام الله وسط الضفة و3 من شمالي الخليل المحتلة. وإلى ذلك اقتحم مستوطنون متطرفون صباح اليوم الخميس المسجد الأقصى، وأفادت مصادر مقدسية بأن المستوطنين أجروا جولات استفزازية داخل باحات المسجد وأدوا طقوسا تلمودية. سياسيا، قالت مصادر متعددة ووسائل إعلام محلية إن وفدين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي ووفدا حكوميا غادروا قطاع غزة اليوم الخميس في طريقهم إلى القاهرة للقاء مسؤولين مصريين وإجراء لقاءات داخلية. ومن المتوقع أيضا أن يصل وفدان من قيادة الحركتين من الدوحة وبيروت إلى القاهرة للحاق بالوفدين من غزة. وتهدف هذه الزيارات وفق المصادر إلى إجراء حوارات مع مسؤولين في جهاز المخابرات المصرية. وللحديث أكثر حول هذا الملف معنا الأستاذ منتصر نصار، الصحفي والمحلل السياسي. أهلا بك معنا أستاذ منتصر. مرحبا بك أستاذ جهاد وبكل السادة المتابعين، أهلا بكم. حياك الله. لو بدأت معك أستاذ منتصر بحملة الاعتقالات والمداهمات، هلا وضعتنا بصورة ما جرى اليوم؟ نعم، الحقيقة ما جرى اليوم هو يأتي في إطار ما تقوم به قوات الاحتلال بشكل يومي في محافظات الضفة الغربية. نحن نتحدث عن حملات اعتقال مستمرة متواصلة آخذة بالازدياد في الآونة الأخيرة. الآن الاحتلال يقتحم مدن وبلدات فلسطينية ويعتقل بالعشرات من أبناء هذه المحافظات وهذه المدن، يفرج عن جزء من هؤلاء في ساعات الصباح الباكر، جزء من هؤلاء يحول للاعتقال الإداري، بمعنى أنه لا يوجد أي تهمة موجهة لدى هؤلاء الشبان الذين يتم اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال، يعتقلوا ويحولوا للاعتقال الإداري تحت بند ملف سري خطر على أمن المنطقة كمتسميه قوات الاحتلال. جزء من هؤلاء أيضا يتم تحويله إلى المحاكم و يعني يصدر بحق هؤلاء لوائح اتهام لها علاقة بالدرجة الأولى بمقاومة الاحتلال وبالدفاع عن مقدساتنا وعن أرضنا. وبالتالي ما جرى هذه الليلة هو يأتي في إطار مسلسل مستمر ومتواصل لحملات اعتقال متواصلة بحق أسرى محررين ونشطاء فلسطينيين، ويأتي ذلك في ظل هجمة إسرائيلية شرسة تشنها قوات الاحتلال في كل محافظات الوطن، تحسباً لتطور حالة المقاومة الفلسطينية التي باتت تزعج الاحتلال مؤخرا في محافظات الضفة الغربية، لا سيما في شمال الضفة الغربية. وبالتالي ضباط الاحتلال أستاذ جهاد اليوم لا يدع، يعني كما يقولون على الأقل لا يدع فرصة لأي حراك أو لأي مجموعة فلسطينية لديها نوايا بمقاومة الاحتلال. يصطبق كل ذلك من خلال شن حملات اعتقال مسعورة وجماعية بهدف عدم تطور كما ذكرت حالة المقاومة الفلسطينية في مدن ومحافظات الوطن. لو أردنا أستاذ منتصر أن نقدم للمشاهد فلسفة هذه الاعتقالات والمداهمات، لا يأتي يوم إلا وفيه اعتقالات ومداهمات واقتحامات من هنا أو هناك، فلسفة الاحتلال بديمومة هذا الفعل اليومي المتكرر تجاه الشبان الفلسطينيين والأهالي الفلسطينيين في الشارع وفي الحواجز وفي غيره، الفلسفة التي يستند إليها الاحتلال من وراء ذلك ما هي حتى نفهم الصورة أكثر؟ أولا حالة ردع، هكذا يعني هكذا يعتقد الاحتلال أن حملات الاعتقال المستمرة والمتواصلة ربما يخلق ذلك كما يعتقد الاحتلال. أنا أقول مرة أخرى وأنت سألت يعني عن فلسفة الاحتلال في هذا الموضوع، الاحتلال يعتقد أنه في حملات الاعتقال المستمرة والمتواصلة
من الممكن أن يخلق حالة ردع لدى كثير من الشبان الفلسطينيين الذين لديهم نوايا ربما بمقاومة الاحتلال. الأمر لا يتعلق فقط بالمناسبة بمقاومة الاحتلال، الأمر يطال. على سبيل المثال مؤخرا كما تعلم أستاذ جهاد والسادة المتابعين، كان هناك يعني جولات انتخابية في عدد من الجماعات الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية. نعم. شاركت في هذه الانتخابات الكتلة الإسلامية التي في جامعة النجاح مثلا منذ سنوات لم تشارك الكتلة الإسلامية الذراع الطلابي لحركة حماس في انتخابات هذه الجامعة. وبالتالي أيضا الاحتلال يشن حملات اعتقال طلبة الجامعات كذلك. يعني حتى النشاط السياسي اليوم، النشاط الطلابي داخل الجامعات في منظور الاحتلال ذلك مخالف للقانون، وبالتالي هو يشن حملات الاعتقال المستمرة والمتواصلة ليخلق حالة ردع لدى كثير من الشبان الفلسطينيين، خوفا من أن يكونوا يوما من الأيام وفي مرحلة من المراحل خلف القضبان في المعتقلات. هذا هل نجحت؟ من جهة أخرى نعم نعم، إن كان هناك نقطة أخرى تفضل بها. وسؤالي نعم. التالي، هل نجحت؟ يعني ما نراه هو تصاعد بياني بالفعل المقاوم، تفضل. نعم، يعني سأعود لسؤالك فيما يتعلق بموضوع نجحت أم لا، لكن من جهة أخرى في فلسفة الاحتلال في موضوع حملات الاعتقال المستمرة والمتواصلة، الاحتلال متأهب بشكل دائم وبشكل مستمر ومتخوف من تصاعد حالة المقاومة الفلسطينية التي نشهدها في محافظات الضفة الغربية، تحديدا ما يجري في مخيم عقبة جبر في أريحة مثلا، ما يجري في طول كرم. إن كنا أو إذا أردنا أن نرجع قليلا إلى الوراء في متابعة الأحداث، بدأت هذه الحالة تظهر من خلال مجموعات عرين الأسود في نابلس شمال الضفة الغربية، تطور الأمر بعد ذلك إلى جنين، كتيبة جنين، بعد ذلك تطور الأمر إلى طول كرم، كتيبة طول كرم، بعد ذلك تطور الأمر إلى أريحة، كتيبة مخيم عقبة جبر. اليوم الاحتلال يتخوف بشكل كبير جدا من تكرار هذه النماذج التي نشاهدها في نابلس وفي جنين وفي طول كرم. نعم، إذا كان الصحفي والمحلل السياسي منتصر نصار يتحدث مشاهدين عن فلسفة الاحتلال من وراء توالي عمليات المداهمة والاعتقال، عاد معنا مرة أخرى، تفضل أكمل فكرتك منتصر. الصوت واضح أستاذ جهاد، كنت أتحدث عن تخوف الاحتلال من عدم تكرار هذه النماذج التي شاهدناها في محافظات شمال الضفة الغربية. قبل يومين أو ثلاثة أيام عملية إطلاق نار عند مدخل مستوطنة كريات أربع الواقعة إلى الجنوب من مدينة الخليل، حالة التأهب التي شاهدناها والاقتحام الموسع لبلدة سعير شمال الخليل وحملات اعتقال مستمرة ومتواصلة، هذا التخوف وهذا التأهب لدى الاحتلال تفسيره يأتي في إطار الإجابة على سؤالك. الفلسفة الأمنية للاحتلال هو لا يريد لهذه الحالات أو لهذه النماذج أن تتكرر، وبالتالي يشن حملات اعتقال مستمرة ومتواصلة تطال أسرى محررين، تطال طلبة جامعات، تطال شبان يشاركون في موضوع ضرب الحجارة على سبيل المثال، الذي كان في وقت سابق أو في مرحلة ما لا يشكل خطر بالنسبة للاحتلال. اليوم ضباط مخابرات الاحتلال ما أن يصل أي معلومة لها علاقة بعمل مقاوم من بعيد أو من قريب يعتقل من تصل عنه هذه المعلومة، وإن لم تثبت هذه المعلومة لدى الاحتلال من خلال اعتراف صاحب هذا الشأن نعم. مثلا يحول مباشرة إلى الاعتقال الإداري، وهذا يفسر ارتفاع وتيرة عدد المعتقل الإداريين. هل نجحت أستاذ جاد هذه السياسة؟ الإجابة على هذا السؤال الحقيقة تتلخص فيما نتابعه ونشاهده على الأرض من تصاعد لحالة المقاومة الفلسطينية، سواء من خلال العمليات الفردية التي تقع هنا وهناك، سواء عملية إطلاق نار أو طعن أو غيرها، وفي معظم هذه العمليات مؤخرا هذه عمليات من يقوم بتنفيذها لا ينتمون إلى أحزاب أو إلى فصائل. هؤلاء شبان فلسطينيون يرفضون الحالة التي تعيشها المنطقة من سياسات الاحتلال المذلة بحق أبناء شعبنا، سواء كان ذلك في موضوع الاعتقالات التي نتحدث عنها، وحتى الحواجز المذلة للناس في حركة التنقل، أو حتى القتل المباشر، أو حتى هدم البيوت والمنازل، مصادرة الأراضي والاستيلاء عليها. هذه كلها أشكال وصور لها علاقة
بسياسات قمعيه يقوم الاحتلال بممارستها بشكل نعم. مستمر. طب استاذ منتصر، اذا 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 كان الجواب هو ما تفضلت به وهو واقع الحال، الكل يتابع واقع الحال، اننا في منحنى تصاعدي بياني للفعل المقاوم في الضفه الغربيه، الاصرار على ذات المحاوله، نريد ان نبني ونعيد بناء ما تآكل من سياسة الردع، طالما أن المسألة عكسية، يعني تأتي بنتائج عكسية، سبب الاستمرار بها ما هو أيضا حتى نفهم هذا السلوك الإسرائيلي؟ نعم، يعني يفسر ذلك أيضا يعني بعض العمليات النوعية، دعني أقول، التي جرت في القدس وأسفرت عن مقتل العديد من المستوطنين. يتبين ذلك أيضا بأن من ينفذ هذه العمليات هم فلسطينيون غير مؤطرون، وهذا ما كنت أتحدث فيه قبل قليل، وهذا الذي يخلق حالة الخوف والذعر لدى الاحتلال. قبل أسبوع أو أقل ارتقى الشاب علاء القيسية من الظاهرية جنوب الخليل، استدعت مخابرات الاحتلال. لك أن تتخيل أستاذ جهاد إلى أي مدى يفكر الاحتلال، بما أنك تسأل عن الفلسفة التي يفكر فيها الاحتلال. ارتقى الشهيد القيسية عندما نجح في التسلل إلى مستوطنة تينا الواقع على أراضي المواطنين جنوب الخليل، ويعني حاول أن ينفذ عملية طعن، أطلق حارس المستوطنة النار عليه وارتقى شهيدا. وخبرات الاحتلال استدعت والد الشهيد وشقيقه مراد، وهو أسير محرر أمضى 17 عاما متواصلة داخل سجون الاحتلال، ولم يمضي أقل من عام على الإفراج عنه. لم تكتفي قوات الاحتلال بأنها قتلت نجلهم واحتجزت جثمانه أيضا في انتهاك صارخ للقانون الدولي في هذا الموضوع تحديدا بالمناسبة، بل أنها أيضا وضعت عليهم عدد من الشروط لها علاقة مثلا بعدم التواصل مع وسائل الإعلام، بعدم عمل مقابلات مع وسائل الإعلام، عدم التحريض. ولست أدري هنا ما تفسير كلمة تحريض لأب فقد ابنه أو لأخ فقد شقيقه. وبالتالي الاحتلال يضع شروط وقيود، آخرها بالأمس جثمان شهيد تم تسليمه. شرطت قوات الاحتلال أن يقتصر التشييع على 25 شخص فقط وفي ساعة متأخرة من الليل. هذه كلها إجراءات تأتي في إطار تفسير الفلسفة التي ينتهجها الاحتلال مؤخرا، وكلها تؤدي في نهاية المطاف إلى حالة تخوف كبيرة تعيشها المنظومة الأمنية لدى قوات الاحتلال، والتفسير لذلك هو هذه الإجراءات القمعية على الأرض. نعم، في دقيقة لو تكرمت أستاذ منتصر، يتوجه وفدين من حماس والجهاد الإسلامي إلى القاهرة، أيضا ضمن سياق العلاقة بين مصر وحركات المقاومة، كيف تقرأ هذه الدعوة؟ هل نتوقع شيئا على صعيد ملف الأسرى مثلا، أم أن المسألة مرتبطة بتهدئة، أم كيف تقرأ استقبال القاهرة وهذه المباحثات التي ستجري؟ سيد الكريم، لا يخفى على أحد أن الوضع الأمني والميداني مؤخرا على صعيد جبهة غزة تحديدا متوتر إلى حد ما، حتى وإن انتهت الجولة الأخيرة والتي انتهت بوقف إطلاق النار في الجولة الأخيرة في قطاع غزة، لكن لا يخفى على أحد أن الوضع متوتر. الاحتلال في حالة تأهب مستمر ومتواصل، وكذلك فصائل المقاومة أيضا على صعيد الجبهة الجنوبية في قطاع غزة في حالة تأهب مستمر ومتواصل. وبالتالي هذه الدعوة تأتي في سياق وفي إطار بحث الوضع الأمني القائم على صعيد الجبهة الجنوبية تحديدا، أيضا الجبهة الشمالية لا يختلف حالها كثيرا بالمناسبة عن الجبهة الجنوبية. وبالتالي الاحتلال لا يريد، أو هو مقتنع تماما أنه لا يستطيع أن يدخل في مواجهة جديدة على جبهات عدة. يأتي أيضا في إطار وفي فيما يتعلق بموضوع تبادل الأسرى، لا يخفى على أحد أن هذا الموضوع قيد البحث والمناقشة بشكل مستمر وبشكل متواصل. واضح أن المقاومة الفلسطينية وفصائل المقاومة الفلسطينية تأسر الجنود في قطاع غزة لم يتغير شيء على موقفها في هذا الملف بالتحديد. ولا يخفى على أحد الأزمة الداخلية التي تعيشها الحكومة الإسرائيلية وحالة التفكك الذي يعيشها الائتلاف الحكومي الإسرائيلي والاحتجاجات الداخلية، هذا كله يدفع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والائتلاف الحكومي الحالي إلى البحث بشكل مستمر وبشكل متواصل عن تصدير الأزمة الداخلية التي تعيشها الحكومة الإسرائيلية الداخلية والائتلاف الحكومي في إسرائيل، من خلال ربما توقيع صفقة تبادل على الأقل واضح أنها ليست قريبة، سيما أن موقف الاحتلال لا زال متعلق في هذا الموضوع. إذن بحث الوضع الأمني القائم، ربما ملف صفقة تبادل أسرى قادمة، لكن يعني دور مصر مؤخرا بشكل مستمر وبشكل متواصل يسعى إلى التواصل
مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة، ذلك لأن طبيعة الأوضاع هناك في الجبهة الجنوبية تحددها بالفعل فصائل المقاومة الفلسطينية التي تسيطر على زمام الأمور. نعم. هناك كل الشكر على وجودك معنا الأستاذ منتصر نصار، الصحفي والمحلل السياسي، كنت معنا ضمن نقاش ملف الفلسطيني.